بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، حلقة جديدة، لقاء جديد، كله حب، كله أمل، كله سعادة. الدنيا هي مسألة حسابية، اطرح منها التعب الشقاء وضيف عليها الحب الوفاء، خلي الباقي لرب السماء. لما تسجد قل له على أسرارك، ما تخليش اللي جنبك واللي بجوارك يسمع كلامك، ونجيب دمع عينك هو للقلب مالك. ما تقولش من أين أبدأ، طاعة الله هي البداية. ما تقولش فين طريقي، طريق الله هو الهداية. ما تقولش أين نعيمي، جنة الله كفاية. أهلا بيكو جبر الخواطر، ونحب بعض ونلم على بعض ونساعد بعض. شهر شعبان كل سنة وطيبين، وبعدين رمضان شهر الصدقات الحب. مش عاوزين حد يبات من غير عشاء، مش عاوزين حد يبقى قاعد من غير دواء، مش عاوزين حد محتاج علاج وسايبينه. يا ريت في شهر شعبان ورمضان نداوي كل جروح العام. ممكن بامكانياتنا، بكل مؤسساتنا الكبيره ورجال الاعمال والقادرين، كل واحد في بيته. اللي جنبك هتساعده، كل طفل يتيم في شارع لو جاره ساعده مش هتلاقي حد محتاج ابدا. اهلا بيكم، نبدا حلقه جديده واحنا عندنا احداث كثيره. برنامجنا اجتماعي، لكن برضو كان في القمه العربيه، وانا واحد من الناس كنت افتكر الاغنية بتاعت وطني حبيبي، نشوفها كده عشان نسترجع الامجاد اللي كانت وهترجع ان شاء الله. لكن اللي حاصل في الوقت ده بيفكرني بحكاية حد كان قالها لنا، بحب أقولها في بعض المحاضرات. اتنين حرامية، واحد كبير وأستاذ ومعاه واحد جديد، دخلوا على بيت يسرقوه، وسرقوا وفتحوا الخزنة. طبعا الراجل الكبير فتح الخزنة في ثواني وعاوزين يمشوا، قال له لا، ده الأستاذ الحرامي الكبير قال للجديد، قال له ولع التلفزيون يلا نقعد ويجيب كوتشينة نلعب. قال له كوتشينة ايه ونلعب ايه، احنا سرقنا نمشي. قال له اصبر، ده التقل جاي من ورا يعني. وبعدين صاحب البيت جه، تعملوا ايه يا حراميه، وطلع المسدس طلب البوليس. جه البوليس، دول حراميه؟ قال له احنا الراجل ده بنلعب معاه قمار وبنلعب على الفلوس دي، وعاوز يضربنا بالنار. فالبوليس رد للراجل الحرامي الكبير وقال له عيب عليك انك تبقى في السن ده وتلعب قمار، بلدنا ما فيهاش قمار. الحرامي الكبير قال له يا سياده الضابط خرجني معاك، ما تسيبنيش مع الراجل ده هيموتني، وخرج معاه بالفلوس. الحرامي طلع بحراسه الشرطه، الشرطه دي هي الامم المتحده، والحراميه دي هي الدول الكبيره اللي بتنهش اللي بتنهب تحت شعار احنا بنخدمكم بنساعدكم. المعنى في بطن الشاعر. افتكر الدور جاي على مين، ولا ليبيا ولا ايه؟ عارفين الاغنيه دي؟ نشوفها بسرعه. كمل معنا. الدور على مين بقى؟ سوريا محتارين فيها مين يضرب مين على أرض سوريا؟ محتاجين حكام أجانب؟ لا، موجودين هناك. يا ريت ننتبه. وتحية لجيشنا المصري، تحية للشرطة والجيش المصري ووحدة الشعب المصري اللي هتنجينا. هبدأ معاكم بأخبار سريعة. وعندنا في قطار فائق السرعة 250 كيلو هيبقى من العاصمة الإدارية وهيروح لغاية العين السخنة ويطلع لغاية البحر الأبيض المتوسط، ده خبر. وخبر تاني عندنا من الحاجات اللي أنا بحبها، اللي احنا ننشر السعادة، ننشر الحب في شارعنا المصري. مهرجان الطبول هيبقى في القلعة يوم الجمعة اللي جاية، وكنت بكلم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح، لو نكلمه دلوقتي ونشوف مشهد لمهرجان الطبول. عاوزين الفرحة في كل شارع في مصر،
وشيلوا الحزن شيلوا الكآبة عشان نشوف بلدنا وهي سعيدة وهي فرحانة، حتى لو احنا عندنا في نوع من انواع ارتفاع اسعار، في ناس تعبانة، في ناس متضايقة، هنقعد نعمل كده ونضرب في بعض؟ لا، نريح بعض. نشوف مهرجان الطبول اللي كان موجود في شارع المعز، هيبقى في القلعة يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. ده من علامات الفن المصري والعالمي دلوقتي مهرجان الطبول، ومعانا الفنان العالمي انتصار عبد الفتاح، الصديق اللي بحبه واحب شغله، ويا ريت يبقى في مدرسه نشوف فرق كثيره بتخرج للشارع المصري عشان تعود نقول عليها هويه الانسان المصري. سيبني يكون معايا الفنان المخرج انتصار عبد الفتاح، بقول لك اهلا بيك ومبروك، ان شاء الله افتتاح هيبقى كبير وعالمي يوم الجمعه في القلعه باذن الله. ان شاء الله يا استاذ طارق، واحنا سعداء بسيادتك جدا وبالكلماتك الرقيقه اللي هي بتدفعنا دايما للعمل، صدقوه بالحقيقه. انا بشكرك وبشكرك على مهرجان اللي عملته في وسط المدينه، في وسط البلد، اللي كان في ممر بيهلر، واتمنى ان شاء الله انك ما تغيبش عننا، لازم كل شهر يبقى في عمل في قلب الشارع. الميزه في انتصار عبد الفتاح انك بتنزل الشارع، ده ضد الارهاب، ده رساله للعالم، تعالوا شوفوا الامن والامان، شوفوا السياحه. الحمد لله، اوعد لك واوعد سيادتك طبعا والساده المشاهدين ان شاء الله، ويعني كل شهر هيبقى ان شاء الله في يعني تواصل مع الجماهير ان شاء الله. قول لي في كم فنان عالمي معاك، كم فرقه بتشارك يوم الجمعه ان شاء الله؟ ان شاء الله في 20 دوله. تمام. واحنا بنعمل بروفا دلوقتي في قبه الغوري، وبقيه الفرق جايه بكره، وهنعمل جنرال ان شاء الله في القلعه بالملابس التقليديه ان شاء الله. والحمد لله المسرح اتعمل، والحقيقه في فرق مستواها جميل جدا الحقيقه، واول مره تشارك زي بولندا مثلا، اول مره تشارك وعامله شغل كويس، وبلغاريا ايضا، بالاضافه لطبعا سريلانكا اللي هي ضيف شرف المهرجان، والهند، وعندنا باكستان. انا عاوز اسالك يا استاذ انتصار، هل بتحصل تغطيه من الصحافه العالميه والاعلام الاجنبي للشغل بتاعكم؟ والله احنا بنتعامل مع الهيئه العامه للتعليمات، ودعيناها في المؤتمر الصحفي، وفي منهم الحقيقه جم، ولكن الحقيقه اتمنى يعني في المستقبل ان يتم تفعيل المكاتب السياحيه اللي على مستوى العالم، على اساس ان يتحط المهرجانات فعلا الدوليه ذات اهميه، بحيث ان فعلا مراسلين اجانب ييجوا يحضروها وييجوا يشوفوا ايه اللي بيحصل بالنسبه لمصر. ان شاء الله اتمنى ده، واحاول اكون معاك ان شاء الله الجمعه. المهرجان لمده كام يوم في القلعه ان شاء الله؟ هو مش في القلعه يا فندم، هو كمان في 8 اماكن. تمام، قول لي عليهم حضرتك. القلعه طبعا الافتتاح، الافتتاح والفعاليات ايضا، وعندنا شارع المعز. تمام. وهنعمل اكبر ديفيليه ثاني يوم اللي هو يوم 21 الساعه 4 العصر. تمام. شارع المعز، وبيلقبوها بمليونية شارع المعز، نظرا لكل اشتراك كل الفرق بالازياء، والجماهير بتبقى كثيره جدا الحقيقه، وبنؤكد ونرسل رساله الى العالم كله، دي مصر اهي، دي مصر من قلب القاهره التاريخيه. وايضا عندنا ساحه الهناجر، وهنعمل قصر ايضا في المسرح المكشوف في الاوبرا، والاجمل من ده الحقيقه اضفنا مكانين مهمين جدا انا سعيد بيهم في الحدائق، يعني رحنا حديقة الحرية إن شاء الله اللي بجوار دار الأوبرا. جميل. وما بينهما اخترت الحديقة، هناك تمثال طه حسين
وتمثال حافظ ابراهيم ما بينهما عملت المسرح وهعمل فيه شغل كويس جدا. ايضا عندنا في جمهور مصر الجديده في القربة هنروح له لاول مره، فدول مكانين انا بعتز بيهم. بشكر سياده المحافظ المهندس حافظ عبد الحميد والمجموعه العمل الرائعه اللي هم الحقيقه برضو اضافوا لنا ممر بهلر لنحنا نعمل فيه ونفعل فيه كل الانشطه الثقافيه. انا بقدم لك كل التحيه وارجو من الهيئه العامه للسلامات، ارجو من وزاره السياحه، من هيئه تنشيط السياحه، انه هذا العمل اللي بيضم 20 دوله 20 فرقه اللي بيجوب انحاء القاهره، ده اجمل رساله وابسط رساله واقوى رساله عن مصر الامنه، عن مصر الحضاره، عن مصر السياحه، عن مصر الفن. مصر بتعود اقوى، مصر تعود اكبر بفنها، دي قوة الناعمة، ده اللي قلب الشارع المصري، ده اللي بيمشي في شارع المعز وسط الالاف اللي بيتفرج عليه. تحية للفنان المبدع انصار عبد الفتاح ودعوة الناس تتابع هذه الاماكن. بشكرك وان شاء الله اكون معاكم الجمعة نتابع. على فكرة الحاجات دي يعني حاجات بسيطة مش هتكلفنا حاجة، لكن نقدمها صح، ده اللي احنا محتاجينه. بعد الفاصل عندنا متابعة لحالة منا اكثر طالبة جامعية واحمد، وعندنا فقرتين. فقره لسيده عمرها 48 سنه بتلبس لبس الرجاله، هي راجل بس هي ست. عندنا ستات ب 100 راجل بس هنشوفها وفاء، وايضا هنشوف مصطفى قصه انسانيه عجيبه. اهلا بيكم وللسعاده عنوان ومكان وبرنامج هو ده. فاصل هنكمل معاكم، اي حد عنده حلم عنده حاجه ابعتوا لنا على طارق علام تفيل عشان نكمل معاكم الاحلام والسعاده. فاصل نتواصل معاكم إن شاء الله.